النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الكرواسو. طبعا كلنا بنحبه جدا ودايما نبوظ الدايت لو شفناه وبيبقى نفسنا فيه. الكرواسون العادي طبعا بيبقى مليان زبدة ومعمول بالدقيق الابيض، فحاولت النهاردة اعمله بطريقة صحية ومن غير دقيق ابيض كمان علشان ما تحرموش نفسكم من حاجة. كرواسون طالع رائع ان شاء الله هيعجبكم جدا، انا واثقة. تعالوا نشوف الطريقة والمكونات. معايا كوباية من الشوفان، طبعا انا دلوقتي في الاسواق حاليا في مصر مش لاقية شوفان مطحون، فجبت شوفان عادي وطحنت منه في محضرة الطعام، وفي نفس محضرة الطعام بعد ما طحنت الشوفان طحنت نص كوباية من بذور الكتان. بعد ما طحنتها ناعم هي كمان ضفتها على الشوفان المطحون، وضفت كمان معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وقلبت كده المكونات الجافة، وهضيف كمان نص معلقة صغيرة من الملح ونقلب. هي دي كده المكونات الجافة مع معلقتين من اللبن البودر، في لبن بودر خالي الدسم وفي كامل الدسم، فهنضيف منه معلقتين كبار. معايا كمان كوباية من الزبادي يعني 110 ملي ونص كوباية من المية الدافية. هقلب كده المكونات مع بعض، احنا لسه مخلصناش، لسه في بقية المقادير. هكتب لكم طبعا كل المقادير في اخر الفيديو. هغطي عليها بس 10 دقايق، وبعد كده هرجع بقى اضيف 5 معالق من الشوفان المطحون، 5 معالق كبار. يعني الخمس معالق دول تقريبا نص كوباية، وضيفهم برضو بالتدريج واعجنوا لحد ما تشوفوا العجينة زي ما انا هوريها لكم دلوقتي. العجينة بعد ما بتخلصي عجن بتبقى بتلتصق بالايد، طبعا الايد اللي انا بعجن بيها زي ما احنا شايفين بتبقى العجينة لازقة فيها، بعد كده لما تجربي بالايد التانية النظيفة هتبقى لازقة بسيط. بعد كده هضيف معلقتين من الزبدة المذابة، يعني 20 جرام بس من الزبدة المذابة، وكمية الكرواسون اللي هتطلع دي هتبقى كبيرة ما شاء الله، مش هستخدم غير معلقتين الزبدة دول بس وزبدة مذابة، لان الزبدة لو مش مذابة المعلقتين هيبقوا اكتر من معلقتين، فدوبيها وبعدين استخدمي ضيفي معلقتين كبار منها وعجيني تاني. خلاص كده العجينة بقت بالشكل ده، طبعا هي بتبقى بتلتصق بالايد زي ما قلتلكو. انا هغطيها كويس علشان اسيبها تخمر بقى خمر تاني نص ساعة. بعد نص ساعة طبعا هنلاقي العجينة ما شاء الله زادت وخمرت، وكمان هتكون امتصت السوائل، هتبقى بالشكل ده. هاخدها بقى كده زي ما احنا شايفين، بصوا لو تلاحظوا ان هي بتلتصق بسيط في الايد، العجينة ناعمة ما شاء الله، رغم ان الشوفان اللي انا استخدمته انا اللي طحناه في البيت. ممكن بقى على الرخامة تحطوا معلقة من الزبدة وتفردوا، لو لقيتوا بقى اللزقت، لو لقيتوا العجينة لزقت معاكم ممكن تنقلوا العجينة كلها على كيس بلاستيك او مفرش سيليكون وتفردوها بالنشابة بالطريقة دي. شايفين العجينة جميلة ازاي تتفرد بكل سهولة، انا نقلتها على كيس بلاستيك عشان اتحكم فيها اكتر، وبعدين فردتها كده على مستطيل وقسمتها بالشكل دوت. طريقة التقسيم سهلة جدا اهي زي ما احنا شايفين، وهاخد بقى كل مثلث وهحشيه. الحشوات طبعا حسب ذوقكم، انا حشيت جبنة حلو، ممكن تحشوا اي نوع جبنة بتحبوه، ممكن تحشوا دارك شوكليت، ممكن تحشوا مربى لايت، يعني انا بقى فضلت ولادي بيحبوا الجبنة الحلو فحشيت لهم بالجبنة الحلو. طبعا لو شوكولاتة نفس الطريقة بتاعت اللف، حتة صغيرة بتلفوها. ده بقى لبن على معلقة من الزبدة المذابة، معلقة لبن على معلقة من الزبدة المذابة على رشة نسكافيه، وقلبتها كده وهدهن بيها الكرواسون. يعني اجمالي الزبدة اللي استخدمتها مش مكملين 30 جرام من الزبدة، ودخلتها الفرن على حرارة عالية، اخد 10 دقايق، وبعدين فتحت الشواية. اهم حاجة الكرواسون بيبقى على حرارة عالية بيطلع طري زي ما احنا شايفين، والجبنة بقى الحلوم بتبقى بتشد زي ما احنا شايفين، طعمه جميل عجب الولاد ما شاء الله. الكمية طبعا كانت اكتر من اللي انا مصوراها، بس ما شاء الله حصل عليه هجوم بالهنا والشفا، عجبهم جدا وكلوه بالهنا والشفا.
اتمنى تجربوه، ولو عجبكم ما تنسوش تبعتولي تطبيقاتكم على صفحتي على الفيسبوك بنفس اسم القناة مطبخ ايمان عاطف. بستنى تطبيقاتكم وتعليقاتكم الحلوة. ما تنسوش تعملوا لايك وتشيروا الفيديو لاكبر عدد من احبابكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جديدة قريب. وكمان هتلاقوا فيديوهات الباتيه الصحي والفطاير اللذيذة والبيتزا في صندوق الوصف، شوفوها لو تحبوا هتعجبكم برضو. كل الناس اللي جربوها بيشكروا جدا فيها ان هي وصفات ناجحة. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جديدة قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.